في كل ردود الافعال النهارده اثناء زياره الكابتن محمود الخطيب لمنتجع مطروح. عايز اقول لكم ان خلاص احنا قلنا موضوع الاكاديميه، وان شاء الله يكون في اكاديميه قريبه جدا لما نلاقي ملعب مناسب لهذه الاكاديميه. خالد بيبو ما شاء الله كمان باذل مجهود كبير جدا في اكاديميات النادي الاهلي اللي شغاله حاليا. انا قلت لكم ان قطاع الناشئين بيشهد طفره في الوفود المتلهفه بصراحه انها تروح النادي الاهلي، تكون في النادي الاهلي. كمان قلنا اللي ما وفقش في اختبارات النادي الاهلي في مدينه نصر عندنا الاكاديميات مفتوحه لاي حد. ايضا الكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان الاهلي يسعى لاضافه 30 غرفه جديده بمنتجع مطروح، اعداد كبيره جدا عايزه تروح هذا المنتجع. عشان كده العميد محمد مرجان. طيب هنشوف تفاصيل اكتر بقى من المهندس نبيل هلال مدير منتجع الاهلي بمرسى مطروح. اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك، بس انا مش مهندس. انا كنت هقول لك التايتل ايه حالا اهو. انا بكالوريوس تجاره رئيس. استاذ نبيل هلال. اتفضل يا فندم تحت امرك. استاذ نبيل هلال اهلا وسهلا بيك الاول، وكل سنه حضرتك طيب. والحمد لله يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب، ودايما الاهلي كده ان شاء الله كل خير باذن الله يا رب. طمنا بقى بشكل عام كده عن المنتجع والوفود اللي عند حضرتك والشكل العام، وزياره الكابتن محمود الخطيب النهارده اكيد كان ليها ردود افعال. طمنا على كل هذه التساؤلات. والله الكابتن شرفنا النهارده مع العميد محمد مرجان المهندس سامح المشرف العام على الاداره الهندسيه. الحمد لله الزياره جت في يوم بيبقى فيه تبديل افواج، كان حاجه جميله جدا ان الكابتن جاي يطمن على مستوى الخدمه والاداء في المنتجع. والحمد لله الاعضاء اللي ماشيين يعني كان عندهم الرضا كامل، وعبروا للكابتن خطيب عن شكرهم على مستوى الخدمه واهتمام مجلس الاداره واداره النادي بالمنتجع لدرجه ان هو يوصل للمستوى ده. الحمد لله يعني يضاهي افضل الاماكن في الساحل الشمالي كله الحمد لله. يا رب دايما كده ان شاء الله من تقدم لتقدم. يعني قول لي برضو يعني نيجي نصيف عندك ولا ايه؟ يعني برضو اديني كده طمني. ده احنا فوق راسنا من فوق. ده مكانكم يا ريس. ربنا يخليك. الحمد لله ابتدينا من شهر 4. كان خطه مجلس الاداره السنه دي ان احنا نبتدي بدري شويه عشان نوفر اكبر فرص ممكنه لاعضاء النادي، لان طبعا حضرتك عارف ان المنتجع عدد الاوض اللي فيه محدود 56 غرفة. أنا كنت لسه بقول كمان سيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بيطلب بزيادة عدد الغرف 30 غرفة إضافية. والله الحمد لله كلمنا الكابتن النهارده، والكابتن كان متجاوب معانا في طلبات كتير وقال كل ده هيدرس وإن شاء الله هيتم العمل على تنفيذه في أسرع وقت ممكن، لأن زيادة الغرف دي هتوفر لنا خدمات أكتر للأعضاء وتوفر لنا فرص أكبر للسادة الأعضاء إن هم يجوا يشرفونا في منتجع مطروح ويستمتعوا بجو مطروح الجميل ده. يعني اكيد اكيد انا أكيد. عاوز اقول لحضرتك النهارده مطروح كلها النادي الاهلي كان قبلة ليها، يعني شيخ مشايخ عمر مطروح الراجل شرفنا النهارده لما عرف ان الكابتن خطيب موجود وقعد معاه، ويعني وكان لقاء يعني جميل جدا. والكابتن خطيب ان شاء الله يعني انا اعتقد ان المواقع قالت ان في مشاريع بالنادي الاهلي في مطروح فيما يخص اكاديميه جديده وكده، يعني كان لقاء جميل. والكابتن خطيب لما يكون موجود في اي مكان مش محتاج الواحد يقول لحضرتك اكيد ده بصرف النظر ان هو رئيس النادي الاهلي واسطوره الكوره وحاجه جميله جدا جدا، يعني بيفرح الناس برؤيته. اكيد ما بيلعبوش كوره اساسا، ما يعرفوش حاجه عن الكوره بيحبوا الكابتن خطيب. اكيد دي حقيقه. الحمد لله كان يعني اعتقد ان هو مشي راضي عن مستوى الخدمه، واكد عليا ان ان شاء الله نستمر بالاسلوب ده ونحاول نحسن اكتر كمان، وربنا وفقنا ونلاقي الرضا ده لغايه اخر فوق. احنا اخر فوق عندنا 15/10 يعني ينتهي يوم 13/10 تحديدا، يعني فربنا سهل ان شاء الله ويبقى الرضا يعني موجود لغايه اخر فوق باذن الله من غير معارضه. اكيد يا استاذ نبيل. لا انا قلت كمان خبر ان عمده مرسى مطروح احمد طرام تمام كده اللي حضرتك ذكرته من شويه كان عايز. مش عمده مطروح يا فندم، ده عمده عمد مطروح، يعني عمدة عمد مطروح. شيخ مشايخ عمد مطروح. تمام. عمد احمد طرام. ان شاء الله نعمل لكم اكاديميه تليق بيكم ان شاء الله وتليق باسم النادي الاهلي، بس هاتوا لنا مكان كويس كده وان شاء الله فور وجود المكان نعمل اكاديميه كبيره باسم النادي الاهلي في مطروح. لا هو انا كلمت العمدة طرام وهو الراجل يعني قال لي باذن الله من غير ما اقطع في اقرب وقت هيكونوا محددين مكان
وهي يعني ان شاء الله يمكن ما تمرش السنه دي الا لما يكون في اكاديميه للنادي الاهلي باذن الله في مطروح ان شاء باذن الله. باذن الله يا استاذ نبيل، انا بعرض صور ارشيفيه لزياره الكابتن محمود خطيب النهارده، وان شاء الله بكره يبقى في تقرير كامل عن الزياره بالصوت والصوره. استاذ نبيل هلال مدير منتجع الاهلي بمرسى مطروح، كل التوفيق ليك فيما هو قادم ان شاء الله، يكون منتجع يليق باسم النادي الاهلي دائما، هو حاجه جميله جدا. طيب.